أهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم الإيمان والعقل. بنرحب مرة تانية بنيافة الحبر جليل الأنبا دانيال لطفي مطران إبرشيد الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك وأسقف التعليم المسيحي بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر. أهلا بنيافتكم يا سيدنا. أهلا بك أبونا مرة تانية، وأهلا بكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا من خلال برنامج الإيمان والعقل عبر المركز الكاثوليكي للإعلام. أهلا وسهلا بحضرتك يا سيدي. اتكلمنا في مرات سابقة عن الروح القدس ومواهبه، المرة دي حابين نتكلم مع نيافتكم أو نيافتكم تكلمنا عن ثمار الروح القدس، وإحنا عارفين أكيد إن في آية مشهورة خالص في الكتاب المقدس عن ثمار الروح القدس، فلو نيافتك تتكرم وتكلمنا وتقرأنا الآية من الكتاب المقدس. موضوع ثمار الروح القدس يعني اللي هو وارد أكتر وبوضوح في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية الإصحاح الخامس الآية 22، لما بيقول: أما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والعفاف، وهذه الأشياء ما من شريعة تتعرض لها، إن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد وما فيه من أهواء وشهوات، فإن كنا نحيا حياة الروح فلنسر أيضا سيرة الروح. القديس بولس في تعليمه لأهل غلاطية، وبالتالي طبعا هو تعليم لينا، لما بيتكلم عن ثمر الروح أنا حابب إنه نرجع شوية لكم آية تاني في نفس الإصحاح، لأنه قبل ما بيتكلم عن ثمر الروح أو ثمار الروح هو بيتكلم عن الحرية، وهنا يعني يخلينا نقف أو نفهم كويس قوي أنه الإنسان المسيحي اللي حل عليه الروح القدس في المعمودية وامتلأ من الروح القدس بالمعمودية، في نموه الطبيعي الإنساني ونموه الإيماني ونموه الروحي هو بيتعامل بحرية شديدة جدا، بيصل لمرحلة انه اصبح مسؤول عن نفسه، مسؤول عن تصرفاته، مسؤول عن افكاره، مسؤول عن خططه، مسؤول عن اهدافه، مسؤول عن ايمانه، نقدر نقول يعني هو مسؤول عن ايمانه، خاصة بعد المناولة الاحتفالية اللي بنعملها واحنا في سن ال 12 سنة او ما قارب ذلك، وكأنه بيسلم الإنسان المعمد بعد ما عدى عليه 18 سنة للمذبح على أنه أصبح الآن هو المسؤول عن تصرفاته. مناولة احتفالية يعني فهم يعني إيه اتحاد بشخص يسوع المسيح في السر الإفخارستية، مناولة احتفالية يعني قدر يوصل لمرحلة من التمييز بين الخير والشر، فيعرف أفعاله كويس، يعرف أنه لما بيعمل الشر جواه حد حاجة بتتكلم تصرخ جواه تقول له انه ده غلط، فيذهب الى الاعتراف قبلها الندامة وفحص الضمير. فمن هنا الانسان، اذا الانسان المسيحي هو اللي امتلأ بالروح القدس هو بيتعامل بمنتهى الحرية مع هذا الامتلاء. القديس بولس بيقول انه في الاصحاح الخامس من رسالته الى غلاطية بيقول: إنكم أيها الإخوة قد دعيتم إلى الحرية بشرط واحد، وهو أن لا تجعلوا هذه الحرية فرصة للجسد. يعني أنت خدت حرية، أنت حر، اعمل اللي أنت عايز تعمله، بس هل هي حرية مسؤولة؟ هل هي حرية تحررك من عبوديات أمور معينة، من أهواء؟ هل حرية بالفعل بتخليك إنسان منطلق، ولا حرية بتستعبدك؟ وبعد كده القديس بولس بيتكلم عن لما بيقول: اسلكوا سبيل الروح ولا تقضوا شهوة الجسد، لأن الجسد يخالف، يشتهي ما يخالف الروح، والروح يشتهي ما يخالف الجسد. قد يبدو قدام هذه الآيات البسيطة إنه القديس بولس بيتكلم عن ثنائية في الإنسان، هي ثنائية الروح والجسد، وكأنه في انفصال، ولكن هو مش كده خالص أبدا. القديس بولس المؤمن بيسوع المسيح اللي قدم خلاص كامل وشامل للإنسان الواحد بنفسه وجسده،
مش ممكن أبدا يكون الإنسان ده فيه ثنائية، لكن الإنسان هو إنسان واحد اللي خلق على صورة الله ومثاله، بالإرادة بالعقل بالعاطفة. لكن بيقول إحنا بنوصل لخط مهم جدا في حياتنا لما بنكون أحرار، لما بنفهم يعني حرية. فهنا الحرية هي اللي بتقود إلى الصلاح، الحرية اللي بتقود للأبدية، هي دي معناها السلوك بالروح. والحرية اللي هي بتقودنا للجسد بالجسد، اللي أصبحت فرصة للجسد، دي اللي هي بتقود للهلاك. وهنا القديس بولس بيحط لستة لأعمال الجسد الظاهرة، وبيقول الزنا، الدعارة، الفجور، عبادة الأوثان، السحر، العدوات، الخصام، الحسد، السخط، وإلى آخره. الإنسان اللي بحريته بيسلك بجسده فقط هو بتكون ثماره كده، سلوكه كده، وهو كان بحرية تصرف. لكن الإنسان اللي هو بيتعامل مع الروح القدس الساكن فيه وفهم إن هو هيكل للروح القدس، هنا بيأتي بثمار. في مثل سابق كنت ذكرته عن الشجرة اللي بتكلمنا عن الثالوث، تكلمنا عن الجذر المختفي، وتكلمنا عن الساق الظاهرة، وتكلمنا عن العصارة المختفية جوه اللي هما بيدلوا على الثالوث، اثنين اقنومين غير مرئيين، هما الجذر بيشبههم بيدل ليهم الجذر والعصارة، والاقنوم الظاهر في الجسد اللي ظهر في الجسد وهو يسوع اللي بيدله الساق. لكن الأغصان والفروع الخارجة من الشجرة هي دي كل بتدل على كل إنسان مسيحي. كل إنسان مسيحي مولود من الماء والروح في المعمودية هو غصن في هذه الكرمة، في هذه الشجرة. على قد ما بيستقبل من العصارة الداخلية، بيستقبل من الروح القدس، على قد ما بيمتلئ من الروح القدس، بتظهر فيه الحياة، بيصبح مورق، يصبح فيه مظهر الحياة، ثم يأتي بثمار هذا الروح القدس. على ذكر الثمار نيافتك، الثمار دايما هي بالنسبة لنا هي النتاج بتاع الشجرة في الأول وفي الآخر، زي بالمثل نيافتك اديته. بالطريقة دي نقدر نقول إن الثمار اللي ذكرها الوحي الإلهي على لسان القديس بولس الرسول هي نتاج أعمال الروح القدس والغذاء اللي احنا بنتفاعل فيه مع الروح القدس. أول ثمرة هي ثمرة المحبة. نيافتك، إزاي احنا كمسيحيين اليوم بنحمل اسم المسيح، نعيش ثمر المحبة زي ما هو أكيد كان عاشه في حياته؟ الروح القدس هو المحبة، هو المحبة اللي بين الآب والابن. فبالتالي اللي بيمتلئ بالروح القدس بيمتلئ بالمحبة، لأن المحبة هي أصل كل هذه الثمار المذكورة عند القديس بولس في غلاطية 5. المحبة هي أصل كل الفضائل، هي أم الفضائل. فعشان كده الشرط الأول هو أنه الإنسان يقدر حضور الروح القدس ويعمل على امتلاءه منه دايما بحياته الروحية، بنموه، بينمو في المحبة، بينمو في اتباعه لشخص المسيح، بينمو من خلال التلمذة الدائمة لشخص يسوع، بينمو من خلال الروح القدس الساكن فيه. فإذا زي ما حضرتك قدس أبونا تفضلت قلت إن المحبة فعلا، المحبة هي أصل كل هذه الثمار. والقديس بولس لما بيذكر إنه ثمار المحبة الإلهية، طبعا لأن هي محبة الروح القدس الساكن فينا، فهي محبة إلهية أبدية، محبة فادية، محبة ممتدة إلى حياة ما بعد الأرض، محبة بتقودنا إلى الأبدية، محبة إلهية. هذه المحبة لها ثمار. إيه ثمارها؟ المحبة أيضا، ولكن المحبة البشرية. يعني هنا أول ثمرة بيذكرها القديس بولس، بيقول أما ثمار الروح فهي المحبة والفرح. هنا المحبة كأول ثمرة هي محبتنا البشرية بعضنا لبعض. يسوع بيقول إنه بالمحبة نظهر كتلاميذ للمسيح. بهذا يعرفون أنكم تلاميذي إن أحببتم بعضكم بعضا. وبهذه المحبة اللي أنا أحببتكم بها وقد أحبني الآب منذ إنشاء من قبل إنشاء العالم، بهذه المحبة بتترجم في المحبة البشرية.
يعني ببساطة شديدة المحبة الزوجية، الحب الزوجي، الحب الوالدي، الحب البنوي، حب الأصدقاء، حب العمل، حب كل شيء في الحياة، هو أصله المفروض يكون محبة الروح القدس الساكنة فينا، محبة الإلهية اللي تترجم في أعمال وسلوك محبة بشرية. طب المحبة يا سيدنا ممكن تقودنا إلى الفرح زي ما نيفتك ذكرت سر الزواج، سر الزواج اللي هو الإكليل اللي هو الفرح في ظل الحياة اللي احنا بنعيشها، وبالأخص في الجائحة اللي بنمر بيها. كتير من الناس فقدوا أحبائهم اللي بيحبوهم، فتعرضوا لأحزان كتير، وكانوا بيتساءلوا إزاي نعيش ثمرة الروح القدس اللي هي الفرح في ظل الأمور المحزنة دي كلها. خلينا نتذكر كلام رب المجد يسوع لما بيقول إنه العالم كله يفرح وإنتم بتحزنوا، ولكن حزنكم مش هيستمر، حزنكم يؤول إلى فرح. في تحول، في هيحصل تحول من الحزن إلى الفرح. يسوع لما بيقول إن العالم فيه ضيق وفي حزن، هو بيلمس واقعنا، عارف الواقع البشري وعارف الضيقات اللي ممكن نمر بيها. ما فيش إنسان على هذه البسيطة عاش ومات بدون ضيقات، بدون أحزان، بدون اضطهادات، وضيقات كتيرة متنوعة. يعني في ضيقات هي بتعارض إيمانه، ضيقات بتعارض حياته الشخصية، ضيقات اقتصادية، ضيقات اجتماعية، ضيقات عاطفية نتيجة أزمة عاطفية، ضيقات كتيرة جدا. ولكن خلينا نقول إنه الضيقات عمرها ما كانت هي المنتهى أو هي نهاية المطاف. من الضيقة الإنسان يقدر يخرج منها. أتذكر معاك القديس استيفانوس أول الشهداء، كلمنا عنه سفر أعمال الرسل، إنه استيفانوس اللي كان ممتلئ من الروح القدس، وهنا بقى كان ممتلئ أولا من الروح القدس، وحصل له بقى اللي هو الرجم والاضطهاد والتعذيب والتنكيل به. يعني هي دي الضيقات اللي كانت محيطة بقديس استيفانوس الشهيد أول الشهداء. لكن هذه الضيقات لما تكون محيطة بشخص ممتلئ من الروح القدس، الوضع مختلف. هنا يرى السماء مفتوحة ويرى الأبدية ويرى السعادة الأبدية، فساعتها هيعرف تماما أن ضيقاته وأن ألامه هي مؤقتة، أن ألامه وأحزانه ستؤول إلى فرح. يبقى إذن الشرط هو فكرة الامتلاء من الروح القدس. الإنسان اللي مش ممتلئ من الروح القدس، وقلنا ده قبل كده أنه الامتلاء ده دايما بحريتي أنا، الحلول هي مبادرة من الله، الروح القدس بيحل على كل الناس، ولكن الامتلاء هو الجواب على هذه المبادرة. أنت كل ما بتجاوب على مبادرة حلول الروح القدس فبتمتلئ منه بحريتك، وبالتالي بتنمو في هذه الثمار أو بتتمتع بهذه الثمار. إذن الفرح لو خدناه في داخل العيلة وداخل سر الزواج، إنه الزوجين أو كمان الأبناء لو بتكلم على العيلة بشكل عام، الفرح اللي هم بيدوروا عليه أو اللي بيسعوا إليه، إذا هو فرح مؤقت، فرح للذة، فرح أناني، أو فرح فيه نوع من الانطواء على الذات أو فرح للذات، ده مش هيكون فرح حقيقي، ومش هو ده الناتج عن ثمار الروح القدس ولا الامتلاء. الشرط تاني بأكد هو فكرة الامتلاء من الروح القدس. الامتلاء من الروح القدس يخلينا نستمتع بهذه الثمار، ثمار الروح فينا، ويخلي فينا المحبة والفرح وإلى آخره من ثمار الروح القدس اللي هما 9 ثمار بيكلمنا عنهم القديس بولس في غلاطية 5. ثالث ثمرة هي ثمرة السلام اللي ناتجة أكيد عن الفرح. فنفتكم شايف إزاي السلام في العالم حاليا وبالأخص في العيلة المسيحية؟ في الواقع السلام هو نعمة من الله ونعمة مجانية، ومفيش أي تمن للسلام إلا فقط إنه الإنسان يسلم حياته لربنا. السلام لا يأتي إلا بتسليم الذات لله، فهو هنا ساعتها يمنحنا السلام. والعكس صحيح،
انه كل ما الانسان بيعتمد على قدرته وعلى امكانياته وعلى كل ما هو بيشوف انه هو ده موجود عنده عشان يحقق لذاته السلام، في الواقع بيكون ده سلام العالم، السلام المزيف مش السلام الحقيقي اللي يسوع بيقول ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا، سلاما أعطيكم سلاما أترك لكم. سلام المسيح هو هذا السلام برضو اللي صادر من الامتلاء من الروح القدس، السلام اللي هو بيدل على طمأنينة في الداخل، السلام اللي هو بيدل على إنسان عنده الثقة وعنده اتكال كلي على قيادة الله وقيادة الروح لحياته. هذا السلام اللي احنا محتاجينه في داخل عائلتنا، السلام بين الزوجين، الجروح اللي بيسببوها احيانا لبعض، محاربات ابليس ليهم واستجابتهم وتجاوبهم مع خصام بيكون بدايته حاجات بسيطة وبعدين بتتطور الامور، اللي بيفقدوا بيها سلام العيلة. سلام العيلة هو رهن اساسي لسلام المجتمع وسلام العالم كله. يعني إذا بندور على سلام الشعوب لازم ندور في الأساس ونبحث ونحقق عن السلام العائلي اللي يحققه فقط أيضا الامتلاء من الروح القدس. بامتلاءنا من ثمرة السلام أو بتناولنا ثمرة السلام، إزاي السلام بيقود إلى الصبر؟ هي فعلا هي سلسلة، يعني لو نلاحظ إن هنلاقيها سلسلة مترابطة ببعض. الجميل في إنه في ثمار الروح القدس إن هم كلهم بالفعل الثمرة واحدة لو أنت تحققت في حياتك وتمكنت من تحقيقها ستقود إلى تحقيق باقي الثمار. يعني إن كانت فيك بالفعل المحبة اللي هي على شبه المحبة الإلهية فضروري هيكون عندك فرح وهيكون عندك سلام وعندك صبر وإلى آخره، وهنكمل اللطف. الصبر هنا إنه بمعنى الإنسان اللي هو عليه إنه يتروى في اتخاذ قراراته، الإنسان اللي هو يصبر على نفسه، يصبر على الآخرين. أحياناً الإنسان كمان بيظلم نفسه إنه بيستعجل أمور كثيرة في حياته، بيستعجل أهداف تتحقق في حياته، مش بيصبر، فبيجني ثمرة غير ناضجة. يعني بالظبط لو نقول دلوقتي أوان المانجا ولا أوان مش عارف الليمون ولا إيه، الإنسان اللي بيروح دلوقتي ياخد ثمرة لسه لم تنضج يبقى ده معناه الإنسان لسه ما عندوش صبر. لكن المفروض يعمل إيه؟ يصبر. الصبر هو إنك أنت تكون عندك طول أناة، الصبر هو إنك تكون عندك تمهل وليس إهمال، الصبر إنك أنت يكون عندك حب للآخر في إنك تتأنى معه. الصبر ده فضيلة مهمة جدا وأساسها ثمرة من ثمار الروح القدس اللي مطلوبة جدا جدا في العيلة. مش عارف، يعني الصبر بينفد بسرعة جدا بين أفراد العيلة، بين الزوجين، بين الأبناء، بين الشباب بينهم وبين بعض. بنشوف كتير من الشباب يعني ما بيدوش فرص حقيقية لبعض، الزوجين اللي ما بيدوش فرص حقيقية لبعض في إن الواحد يعبر عن نفسه، ما بيدوش فرص حقيقية لأولادهم إنهم ينموا بحرية بحسب اختياراتهم. فإذا ثمرة الصبر هي ثمرة مهمة جدا تعتمد أيضا على الامتلاء من الروح القدس. اللطف من جهة الصبر، هل الشخص المفروض يكون حليم أو لطيف؟ هو ده الشخص اللي فعلا قادر أن يعيش فضيلة الصبر؟ يعني اللطف أو الهدوء، يعني الإنسان اللطيف هو الإنسان اللي بيتمتع بعشرة كويسة، إنك أنت بتستحسن لقائه، تستحسن مجالسته من خلال كلماته، من خلال أفكاره، من خلال سلام باطني جواه. هو الإنسان اللي ما يديكش شعور بالضوضاء وبالصخب، وهو الإنسان اللي مش بيديلك شعور بزحمة الحياة، هو الإنسان المرتب. فده كمان ما نقدرش نحققه كميزة وامتياز في حياتنا الإنسانية الشخصية اللي هي بتسبب أو سبب كبير جدا في علاقات البشر بينهم وبين بعضهم،
إلا بالامتلاء من الروح القدس. ولو مش موجود هذا اللطف في حياتنا كثمرة من ثمار الروح القدس، هنكون منفرين، هنكون غير جاذبين للآخرين. كمان الانجذاب ده هو مش لي أنا شخصيا، ولا لكن المفروض ليروا أعمالكم الصالحة ينجذبوا لأبيكم الذي في السماوات فيمجدونه. في فضيلة اسمها كرم الأخلاق، ودي ذكرت لفظيا بهذا اللفظ في الترجمة اليسوعية، لكن في ليها لفظة تانية هي الصلاح في بعض الترجمات الأخرى. نيافتك تقدر تفسر لنا إيه التوضيح لهذا الأمر، الصلاح وكرم الأخلاق؟ الصلاح هو كرم الأخلاق طبعا، وهو المقصود به الاستقامة، المقصود به السلوك الصالح، المقصود به أنه الإنسان اللي بيعرف يميز فيسلك، يعني محتاج للحكمة. إذا قلنا دي مرتبط بموهبة من مواهب الروح القدس، مرتبطة بالحكمة. الإنسان الصالح هو الإنسان التقي، الإنسان هو المواطن الصالح اللي بيخاف على مقدرات الخير العام، هو الإنسان اللي بيخاف على الخير العام، اللي بيسعى من أجل الخير العام وفي نفس الوقت بيسعى للخير الخاص بتاعه، اللي الخير الخاص أو الخير الشخصي لا يتعارض مع الخير العام في نفس الاتساق. هو الإنسان المستقيم، مستقيم في أخلاقه، الإنسان اللي عنده مبادئ، اللي عنده مبادئ ومبادئه لا تتجزأ، الإنسان اللي ماشي بمبدأ أنه الغاية لا تبرر الوسيلة، ده اللي عنده الصلاح. فهذا الإنسان هو أيضا إنسان ممتلئ من الروح القدس، وكلما امتلأ من الروح القدس كان إنسانا صالحا أو عنده كرم الأخلاق. في نشيد المحبة بيختتم بالإيمان والرجاء والمحبة وأعظمهن المحبة، نتكلم على الإيمان. الإيمان ثمرة مهمة جدا من ثمار الروح القدس، لأنه هو بالإيمان نقدر نحقق كل الحاجات دي. زي ما قلت القدسك أو القديس بولس في تناغم رائع جدا من الوحي الروح القدس اللي انسكب عليه وألهمه أنه يكتب هذه الثمار المرتبطة ببعض، اللي في الواقع مش ممكن يكون في محبة وفرح وسلام وصبر ولطف وصلاح بدون إيمان. أصلا بعمل ليه كل ده؟ ليه بأظهر كل ده بدون إيمان لأمر بيدفعني إن أنا أعيش وأظهر هذه الثمار؟ هذا الإيمان بيقودني إلى ما بعد الثمار اللي أنا بعيشها في الأرض، بيقودني إلى إنه هذه الثمار هي من جواها بذور لأبدية. لأنه أنت بتعرف إنه في الطبيعة بتعلمنا إنه كل ثمرة فيها بذرة، البذور ديت إذا بعيش الثمار دي، هذه البذور بذور الثمار هي بتقودني بالإيمان تجعل لي حياة أبدية. فأنا مؤمن إنه أنا أعيش هذه الثمار مع الآخرين بإيمان بوجود شخص يسوع المسيح وبوجود الله في هؤلاء الأشخاص، في أنا أولا وفي كل الناس اللي أنا بتعامل معهم من خلال الروح القدس. إذن الإيمان بحضور الله، حضور حقيقي في الحياة، في الكون، في الأشخاص، في العمل، في مسالك الحياة، هو ده الإيمان اللي بيخليني أتشجع على أنه أنمو في ثمار الروح القدس وأظهرها أكثر وأكثر. انطلاقا من الإيمان بشخص الرب يسوع المسيح، نذكر الآية الجميلة اللي قالها سيد المسيح: تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب، تجدوا راحة لنفوسكم. والكنيسة بتعلمنا الصلاة التقوية الجميلة بتاعت شهر قلب يسوع، اللي بتقول: يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. كإنسان مسيحي إزاي أعيش الوداعة في حياتي؟ فضيلة الوداعة وثمرة الوداعة، كمان يسوع هو طبعا قال زي ما قدسك تفضلت وقلت: تعلموا مني لأنه وديع ومتواضع القلب. لكن كمان في التطويبات بيقول إن الودعاء يرثون الأرض. الإنسان الوديع هو الإنسان اللي مش بيسبب مشاكل، هو الإنسان اللي كمان بيتفوق على مشاكله بحلول، وبيتفوق كمان على مشاكل الآخرين المصطنعة والحقيقية بحلول أيضا. هو الإنسان اللي بيدعو للسلام ولا يدعو لخصام ولا يدعو لنزاع. هؤلاء الناس اللي عندهم الوداعة هم يرثون الأرض، بمعنى أنه الأرض لا يمكن أن نسيطر عليها ولا نرثها بالجيوش وبالحروب
بالاستعمار وبأخذ ما هو ليس لنا، ولكن الأرض حقيقة نرثها بالوداعة بهذا الإنسان اللي بيتمتع بسلام داخلي. هذا السلام الداخلي بيفيض ويظهر للآخرين في سلام خارجي حقيقي، في معايشة، في مواطنة حقيقية، بنعيش كمواطنين في وطن واحد بمساواة بحقوق وواجبات. ده ليه؟ لأنه ده نابع من رغبتنا وهدفنا في أن نعيش بثمرة الوداعة. آخر فضيلة أو آخر ثمرة من ثمار الروح القدس هي العفاف. ما هو العفاف؟ الإنسان العفيف هو الإنسان اللي يعني عنده كرامة، هو الإنسان اللي مش بيعتمد على أمور كتيرة جدا في حياته، هو الإنسان البعيد عن الشراهة، هو الإنسان اللي عنده قناعة. العفاف هنا مش مرتبط، ليس فقط مرتبط بالجسد، يعني الإنسان هو مش فقط العفيف الجسد بمعنى التبتل والتكريس، لكن الإنسان العفيف هو الإنسان المكرس كل حياته للمحبة. فهنا ممكن نقول عن إنه العفاف مش بيخص بس المكرسين، ولكن العفاف هو يخص كل إنسان مسيحي. العفاف اللي هو بيضمن الحب الموجه إلى الآخر في نقائه، في بطهارة، بنقاء قلب. العفاف هو عفاف العين، عفاف اللسان عن الكلام البذيء، عفاف الأذن عن سماع كلمات لا تليق بنا. العفاف هو أنك أنت تنأى بنفسك أو تبعد بنفسك عن كل ما هو ممكن يقلل من هذا الامتلاء في حياتك. الإنسان العفيف هو الإنسان المنزه، الإنسان اللي بيعيش نزاهة حقيقية بس بالمعنى الروحي، هو الإنسان اللي مش ملتصق بالعالم التصاق يجعله من أهل العالم، زي ما قال يسوع: أنتم في العالم ولكنكم لستم من العالم. الإنسان العفيف هو الإنسان اللي بيستخدم كل الأشياء في حياته كوسائل وليست كغايات. الإنسان اللي بيعرف يقول لا قدام أمر، هذا الأمر قد يؤدي به إلى الهلاك أو يؤدي به إلى الخطية أو يؤدي به إلى طبعا إلى الموت الروحي أو الموت الأبدي. في النهاية سيدنا، ثمار الروح القدس 9، في بعض الأحيان يجي شخص يقول دي كلها ثمار، يعني في بعض الأحيان بيقف كده قصاد نفسه يقول هعيش ده كله إمتى؟ هل في برنامج روحي الواحد يقدر فعلا كده يعيش بيه ثمار الروح القدس، حتى إن شاء الله ثمرة لوحدها، كل ثمرة لوحدها، أو حتى مجتمعة معا؟ بالضبط زي ما حضرتك قلت إنه الامتلاء من الروح القدس اتفقنا إنه هو الروح القدس ساكن فينا، بس هو السؤال اللي أنا بسأله لنفسي دايما، وده سؤال يخليني دايما بحط نفسي في الرغبة، هل أنا فعلا راغب إنه أمتلئ من الروح القدس؟ أعمل إيه علشان أمتلئ من الروح القدس؟ هو الروح، فبالتالي لازم يكون لي علاقة باطنية مستترة، هي باطنية مش ظاهرية أولا، بالله. هذه العلاقة تأتي من خلال الخلوة الشخصية اللي بتتعمل كل يوم، اللي المفروض كل يوم الإنسان يعيشها مع نفسه، هي وقت الصدق، وقت الحقيقة اللي بيواجه فيها الإنسان نفسه، وفي نفس الوقت يكون معتمد على نعمة الله اللي بيسكبها فيه مجانا، اللي هي بتجدده واللي هي بتخليه يسلك من جديد بالروح. البرنامج الروحي كمان لازم يتضمن مصالحة مع الذات، ومصالحة مع الله، مصالحة مع الآخرين. البرنامج الروحي يتضمن توبة حقيقية لكل ما هو مضى في حياتي. البرنامج الروحي يبدأ برجاء وبتفاؤل لحياتي القادمة. البرنامج الروحي يبدأ بأنه زي ما قدسك تفضلت، لو خدت ثمرة واحدة أدرب بيها نفسي خلال هذا الأسبوع، يعني برنامج روحي كل أسبوع أركز فقط على ثمرة من ثمار الروح القدس،
اللي اكون بعيشها يوميا من ساعه ما بصحى لغايه لما باجي انام بالليل، احاول اخليها مغروسه في برنامج اليوم وفي علاقاتي وفي مقابلاتي وفي كلامي. مثلا لو بنتكلم عن الصبر مثلا كثمره من ثمار الروح القدس، هقول انا الاسبوع ده هاخد ثمره الصبر، هحاول اعيش الصبر مع كل موقف بيحصل معايا. انا ليه بقول اسبوع؟ لانه الثمار دي ما تنفعش تيجي كده، يعني انا عايزه تدريب، واجي كل يوم في نهايه اليوم احاسب نفسي انا النهارده عشت الصبر ده ازاي، ايه المواقف اللي كنت فعلا انا صابر فيها والمواقف اللي ما كنتش صابر فيها، هل كان ممكن انه اصبر اكتر من كده، واليوم ده يعلمني من اليوم اللي بعده انه اخد خطوه جديده في ثمره الصبر او فضيله الصبر، وهكذا لغايه لما اتمكن من امر ما كنت انا مفتقده، لغايه لما اتمكن من امر ما كان مهم جدا انه يكون في حياتي. هذا الامر هيعدل برنامج يومي وبرنامج علاقاتي مع الناس وحتى مصالحتي مع ذاتي ومصالحتي مع الله، وهكذا كل اسبوع ناخد يعني ثمره من ثمار الروح القدس، طبعا مع الصلاه، لان هو مش تدريب نفسي فقط، يعني مش تدريب تنمية بشرية زي ما بنقول، لكن هو أكتر كمان بيعتمد على النعمة الروح القدس اللي فينا، على هذا الامتلاء. ففي برنامج روحي طبعا أسبوعيا ناخد ثمرة من ثمار الروح القدس، نتمكن منها من خلال فحص الضمير اليومي اللي بيخليني أعرف أنا وصلت لغاية فين من تحقيق هذه الثمرة، وبكرة هعمل إيه لغاية بحس إن أنا تمكنت من هذه الثمرة. وزي ما قلنا قبل كده ان الثمار دي كلها مرتبطة ببعض، هتلاقي نفسك اذا عشت الصبر هتلاقي نفسك انت تمتعت بسلام، تمتعت بفرح، فرحان بنفسك، تمتعت بصلاح، تمتعت بحاجات كتيرة جدا من اللي ذكرها القديس بولس على انها من ثمار الروح القدس. في النهاية حابين نشكر نيافتكم يا سيدنا على اللقاء وعلى كل ما قدمتوه لينا، على البرنامج الروحي كمان اللي نقدر نعيش بيه ثمار الروح القدس. في النهاية حابين نشكر حضراتكم، وإلى لقاء آخر في برنامجكم الإيمان والعقل. شكرا يا سيدنا. أنا بشكركم في هذه الأيام المباركة اللي بيحل فيها الروح القدس. يا رب املأنا من روحك القدوس، اجعلنا أن نكون مثمرين، أن ننمو في اتباعنا وتلمذتنا لشخص يسوع المسيح، اجعلنا أغصان حية في الكرمة الحقيقية. آمين.